زواج القاصرات أحد أهم المواضيع التي شغلت الرأي العام، خصوصاً بعد تدخل مرجعية النجف الأشرف بتحريم زواجهن دون سن البلوغ، وهذا ما يراه البعض خطوة نحو تصحيح مسار المجتمع. قضية زواج القاصرات هي قضية حقيقة مهمة، والالتفات إليها من قبل المرجعية هذا ينظم الحياة الأسرية ويضمن حقوق البنات اللذن يعني اللتن ذهبنا باتجاه مصلحة أهاليهم في بعض الأحيان. الزواج هو ليس بالسن وإنما بالقابلية للزواج. البعض استغل أنه السماح للسن الصغيرة يعني شرعا بالزواج، فزوج أطفال أو بنات غير مؤهلات للزواج، وبالتالي فإنه يتعرض إلى حالات جسمانية صحية غير سليمة ويؤدي إلى وفاة في بعض الأحيان. الأسرة هي نواة المجتمع، إن أعدت بصورة صحيحة تمخض عنها آثار إيجابية والعكس صحيح، فأعداد المطلقات لعام 2021 تجاوز 6000، ويعود السبب لزواج القاصرات. احنا شهدنا في الآونة الأخيرة وخاصة لدينا الكثير من الدراسات هنالك الكثير من المشاكل، بحيث وصلت عدد كبير من حالات الطلاق في المحاكم ودار القضاء، وسببها عند يعني دراسة هذه الأسباب وجدنا أن هو سببها زواج القاصرات، ومن أجل تجاوز هذه المشاكل وبناء مجتمع رصين تسوده المحبة والسلام والوئام، نؤكد على أنه يجب أن تكون المرأة مهيئة للزواج كي تتم عملية الزواج. الثقافة واحترام الرأي مفترض على رب الأسرة، فموافقته على زواج ابنته وهي قاصر يعني التخلص منها، مما يكرر ظاهرة وأد البنات في العصور السابقة ولكن بطريقة مختلفة. هناك إرادة للشباب، هناك إرادة للبنات، يجب احترامها، احترام الرأي. ما يصير احنا نزوج البنات يعني بعمر 12 وأقل. يعني صح احنا بلد ملتزم بالعادات والتقاليد، ولكن هذا الشيء غلط. يعني راح يرجعون للعصر ما قبل الإسلام وأد البنات، لما كانت قريش تؤد البنات، وهذا مو صحيح. يعني هنالك تشريعات إسلامية من المراجع بالنجف أو غيرها هي يعني توجز هذا أو ترفض هذا الشيء، ولكن كمجتمع مدني كربلائي عراقي نرفض بشدة هذا الموضوع. العادات والتقاليد في بعض الأحيان تفرض أمورا لها جانب سلبي ويؤثر بشكل مباشر على حياة الفرد ما لم يعي ذلك. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.